طيب السلام عليكم ورحمة الله، معكم روان بازهير سنة سادس طب. حبدأ أشرح محاضرة الأبنورمال نيونات إن شاء الله. طيب نبدأ، بسم الله. عندي أوبجكتيف بصورة عامة، إيش هشرح؟ هشرح كيف أحسب الجاستيشنال إيج، وفي إيش يهمني الويت للجاستيشنال إيج. هشرح أنا إيش الماتيوريتي تيست اللي أشوفها زي النيورو إكزامينيشن والسكين فاريانت. هشرح أنا كبدياتريشن في الليبر روم إيش وظيفتي، بعد كده إيش الريسيستيشن اللي هسويها، وآخر شيء هنتكلم عن الكومبليكيشن اللي تصير مع البريماتيوريتي واللي هتصير مع السمول جاستيشنال إيج ولارج جاستيشنال إيج. طب نبدأ المحاضرة بكيس. An infant of birth weight 1.8 kg at 36 weeks gestational week by ultrasound, 38 week by last menstrual period. كيف أنا هحسب اللي هو الجستيشنال ايج لدا البيبي، وكيف احسب اذا الوزن مناسب ولا لا؟ فالكيس ايش بتقولي؟ بتقولي الام بتقولي انه الكيس بتقول انه في بيبي تولد وزنه 1.8 كيلو. الام بتقول انه بالالترا ساوند عمر البيبي 36 اسبوع، لكن بحسبتها لللاست منسترال بيريود 38 اسبوع. طب انا كيف كدكتور احدد هو طبيعي ولا مو طبيعي اذا انا ما عرفت اسبوع الولاده؟ الحين حنعرف. طيب أول شيء أنا ليش أهتم بأسبوع الولادة؟ عشان أعرف إذا البيبي هذا فول تيرم ولا بريماتيور ولا ليت بري تيرم ولا عدى التيرم. ليش؟ طيب كيف أنا أعرف؟ لما نحن الحمل الكامل عندنا 40 أسبوع بالضبط، لكن اللي تولد في 39 أو 41 أو 42 نقول عليه فول تيرم، يعني البيبي كل عدى 3 ترايمستر كلها صار له فول ماتيوريشن فيها وطلع على الدنيا. طب في عندي والله شيء اسمه ليت بريتيرم، ايش يعني؟ يعني هو ولد متاخر، ولد بدري عفوا، لكن صار له شويه ماتيوريشن، يعني مثلا اللنك ما طلعت السيرفاكتنت بس هي موجوده اللنك، تمام؟ فهدول اللي هم من 34 اسبوع ل 36 او 37 اسبوع. طيب في اسبوع ضعف النص رواني اللي هو 38. 38 في دكاتره يشوفوها فول تيرم، في دكاتره يشوفوها بري تيرم. على اي اساس احدد؟ على حدد انه البيبي لما يطلع لي اشوف الريفلكسز حقته، اشوف الريسبيريشن، اشوف الجنرال هيلث حقه البيبي. طب انا ايش يفرق معايا احدد هو تيرم ولا بري تيرم؟ عشان اعرف البيبي هذا بعد ما اسوي له الانيشال انفستيجيشن خلاص ارسله مع الام البيت، ولا احتاج احطه في النيونيت الاي سي يو واحط له فيتال مونيتورينج وادي له فيتامينز، يعني انا اتابع معاه الى ان يوصل لعمر الفول تيرم بعدين اطلعه، تمام؟ طب عندي شيء اسمه بريماتيور، انه هو ما صار له ماتيوريشن البيبي، لسه نفس الاورجانز في جسمه ما اكتملت، هذا يكون 34 اسبوع فاقل. عندي شيء اسمه بوست تيرم، انه عدينا ال 42 اسبوع، قلت لكم انه الفول تيرم البيرفكت 40 اسبوع، تمام؟ طب 41 اسبوع معلش نستنى عليه، 42 اسبوع برضه ما فيها مشكله، لكن مجرد نعدي 42 اسبوع حيبدا يصير له كومبليكيشن انه هو لسه ما تولد، تمام؟ طب أنا حاسة إني أكلم نفسي، ففي التسجيل لو عندكم أي سؤال في أي نقطة أرسلوا لنا وإن شاء الله ترسل لي، تمام؟ بعد كده عرفنا الجاستيشنال إيج. طب أنا إيش استفدت من الجاستيشنال إيج وليه أساساً في الكيس قال لي إنه وزنه 1800 جرام؟ عشان أعرف هل هذه 1800 جرام appropriate for gestational age. إيش يعني ده الكلام؟ تفتكروا في الجروث، المحاضرة الجروث والديفلوبمنت أخذنا شيء اسمه الجروث شارت، إنه هو كل طفل في كل سنة كم مفروض يكون وزنه وكم طوله. نفس الشيء في الانفنت اللي كل اسبوع اللي تولدوا في كل اسبوع لهم جروث شارت، نعرف ايش النورمال رينج حق الويت حقهم، تمام؟ فلما يتولد هذا البيبي وزنه بين ال 10th برسنتايل وال 90th برسنتايل هذا appropriate ونورمال فور gestational age. والله تولد اكثر، يعني مثال جاني بيبي تولد على ال 40 اسبوع على gestational age حقته تمام، لكن وزنه 5 كيلو بالنسبه لنا في السعوديه هذا لارج فور gestational age، عدى ال 90th برسنتايل وطلع باكثر من 2 standard deviation، تمام؟ نفس الشيء عندي شيء اسمه small for gestational age، واحد اتولد 40 اسبوع بس وزنه مثلا 1.5 كيلو، هذا صغير، احنا عندنا standard deviation 2 كيلو ل 3 كيلو، تمام؟ بس ماني لا تاخذوا على الارقام ماني متاكده منها 100%. طيب بعد كده نفس السمول فور جستيشنال ايج لها ثلاث اقسام، اللي هي لو بيرث ويت انه يكون وزنه اقل من 2.5 كيلو، فيري لو بيرث ويت اقل من 1.5 كيلو، واكستريملي فيري لو بيرث ويت اقل من كيلو.
طب احنا ليه بنقسم السمور فور جاستيشنال ايج؟ لانه كل ما قل وزن البيبي كل ما زادت عندي الكومبليكيشن، وكل ما كان وزنه اقل هذا انديكيشن انه البيبي هذا بريماتيور، تمام، واني احتاج احطه في الان اي سي يو واحتاج انتبه له اكثر. طيب انا اساسا كيف احسب الجاستيشنال ايج؟ عندي اول طريقه اللي هي اللاست منسترال بيريود. اسال الام، يا ماما انت متى اخر مره جاتك الدوره؟ تقول لي في اليوم الفلاني. احسب بعدها اسبوعين، بعد اسبوعين هذا الاوفيوليتنج داي هو يكون اليوم الاول في الحمل، تمام. طيب بس هل هذه طريقه اكيوريت؟ لا، لانه ممكن اساسا عندها بي سي او اس، فالمنسترال بيريود حقتها الريجولر، ممكن كانت هي على هرمون البيرث كنترول فلما وقفته السايكل ما كانت منتظمه، فهو الليست اكيوريت عندنا، الليست اكيوريت، تمام. بعد كده الالترا ساوند، الالترا ساوند اذا تسوى في اول شهر في الحمل هو اكيوريت واخذ عليه وما فيها كلام، لكن مثلا تسوالي بعد شهر ونص، بعد شهرين، بعد ثلاثة شهور، كل ما زدنا اسبوع اسبوعين في الحمل قلت الاكيوريسي حق الالترا ساوند، تمام. وحتاخذوا تفاصيل الاكيوريسي ان شاء الله في الاو بي جي اي. بعدين اخر حاجه عندي البلادر سكور، هذا بعد ما يتولد البيبي اشوف الفاسكولر والنيو الفيزيكال والنيورو ماسكولر ماتوريتي، يعني هي تيست يسووها يشوفوا كيف البيبي التون حقته، كيف يتنفس، كيف الجلد، كيف الشعر، ومنها يحددوا كم الجاستيشنال ايج حق البيبي. كيف يتسوى ما نحتاج هذه التفاصيل، بس انه تفهموا انه فيها خمس اشياء، تشوف البوستشر، تشوف الارم ريكويل، تشوف الاسكارفت ساين، تشوف الريفلكسز، وتعطي نقاط على كل حاجة، وبعد كده مجموعة النقاط تحدد منه هو نوع الجاستيشنال ايج حقه، تمام. كل كم نقطة لها جاستيشنال ايج. طب هذا اللي قلت لكم عليه اللي هو زي الجروث شارت، شوفوا هنا اللي يتولد من 38 اسبوع ل 42 قلنا هو النوع الفول تيرم، مفروض وزنه يكون ما بين 2.5 ل 3.5 تقريبا أو 3300، لكن لو جاني وزنه مثلاً 1500، شوفوه طالع في اللون البمبا، هذا small for gestational age، تمام؟ فأي شيء تحت الـ 10th percentile small for gestational age، أعلى من الـ 90th percentile large for gestational age، تمام؟ بعد كده نمشي بالأسابيع نشوف هو في أي أسبوع عشان أحدد بالضبط الوزن الكم اللي أقوله small or large. نرجع للكيس حقتنا، فإحنا هنا قلنا إن هو طلع وزنه 1.8 كيلو. طب نشوف 1.8 كيلو على 36 أسبوع يعتبر appropriate for gestational age، تمام؟ طلع في اللون البرتقالي. لكن لو جاء على 38 أسبوع زي ما بتقول الأم، برضو على 10th percentile على هنا معلش ايوه حيكون small for gestational age إذا كان في الأسبوع 38، وإذا كان في 36 أسبوع appropriate. فهذه عندي مشكلة، لازم أنا أعرف كم عشان أعرف هو من جد طبيعي ولا مو طبيعي. طيب فعشان أعرف هو طبيعي ولا مو طبيعي، قلت لكم نأخذ منها هيستوري، نسألها الألترا ساوند متى سويتي في أول أسبوع في الحمل، خلص همشي على الألترا ساوند. قالت لي والله بعد 4 شهور ما أقدر أعتمد على الألترا ساوند. طيب قلت لها أسألها عن اللاست منسترال بيريود، انت متاكده انه دورتك منتظمه، كنتي ماشيه على هرمون البلس كونتراسبتيف بيل، يعني لازم اعرف انه هي السايكل حقتها كانت ريجولر، فاذا كانت ريجولر ممكن اعتمد عليها. واخر شيء لازم اسوي حق الاكزامينيشن عشان انا اتاكد بنفسي كم عمر البيبي، تمام. هنا كمان مثال ما علينا. طيب فهو حسب الاكزامينيشن بعد كده قال لنا الدكتور طلع انه بريتيرم وسمول فور جاستيشنال ايج، تمام. بعد كده نبدأ في اللي هو النورمال انترايوتراين جروث باترن. إيش يعني؟ بيقول لي 95% من وزن البيبي في آخر 20 أسبوع من الحمل، فلو شاني شيء أثر على الحمل في نهايته في النص الأخير من الحمل حيأثر على الوزن موستلي. لكن أقول لكم ما هي مكتوبة المعلومة، العشرين الأسبوع الأخيرة قلنا الوزن، العشرين الأسبوع الأولى هي اللي تصير فيها الأورغنز، هي اللي تصير فيها السيليور ديفرنشيشن، إنه يطلع لي الجي آي، يطلع لي الريسبيراتوري. فلو جاني شيء في الحمل في الأسابيع اللي في البداية حيسبب لي كونجينيتال أنامولي، جاني في الأسابيع الأخيرة حيأثر لي على الوزن، وحنشوف كيف يأثر على الوزن. طيب طب لما أنا إيش يعني يأثر على الوزن؟ يعني يصير عندي intrauterine growth retardation. طب ايش معنى ده الكلام؟ معناه عندي فيلير للفيتس انه يكبر ويصير بالحجم المناسب، والاورجنز تكبر بالحجم المناسب. طيب
A fetus is unable to grow is genetically determined. لازم أحطها في رأسي إنه حجم البيبي أساساً قد إيش فيه جينيتيك وفيه environmental. Environmental قلنا مشاكل صارت في الحمل وأثرت عليه. Genetic العيلة كلها حجمها صغير في البيبي صغير. نسأل الأم تسأل أمها تسأل جدتها كيف كانت حجم البيبي هات اللي كانوا يولدوهم تمام؟ وكمان صحة الطفل يعني ممكن الطفل هو ما عنده growth retardation بس عنده cyanotic heart disease فبسبب cyanotic heart disease الانرجي حقت الجسم كلها بتروح للمشكلة دي فحجمه صغير لأنه عنده chronic health problem تمام؟ طيب الانترايوتيراين growth retardation نقسمها لأسيمتريكال وسيمتريكال. أسيمتريكال إيش يعني؟ يعني عندي placental insufficiency أو مشكلة في اللي هو البلاسينتا أو في الغذاء حق الأم كمان فالبيبي إيش يصير؟ تصير أعضاء في جسمه صغيرة وأعضاء في جسمه كبيرة. جسم البيبي عنده ثلاثة أورجنز مهمة يودي لها الدم. إيش هي؟ عنده النيورو سيستم هو أهم حاجة عنده إنه يعطيها كل التغذية. عنده السوبرارينال جلاند مهمة بالنسبة له إنها تكون كويسة والكاردياك سيستم. فلما يصير عندي late insult هو حيروح ياخذ التغذية الشوية اللي عنده هذه ويعطيها البرين ويعطيها الهارت ويعطيها السوبرارينال جلاند وباقي الجسم حيصغر بس هتلاقي دي الثلاثة organs كلها full size ما فيها ولا مشكلة. طب الأورجنز الباقية إيش يصير؟ تموت؟ يعني الجي آي تموت؟ لا ما تموت يجلس يصغر لي من حجمها يصغر لي من حجمها ما يخلي فيها weight تمام؟ السيمتريكال انه يصير لي early insult في البريجننسي انه المشكله تصير مره بدري زي مثلا الام جاتها انفكشن البيبي اساسا عنده جينيتك ايشو فايش يصير هنا من البدايه كل الجسم يصغر فيقل عندي عدد الخلايا وحجم الخلايا في الاسيمتريكال بس حجم الخلايا يصغر فما فوزن البيبي ما يزيد بس موجوده كل الاورجنز كامله في السيمتريكال حلاقي عدد الخلايا قليله فممكن الاورجنز يصير لها افكشن وكمان فوقها اذا الخلايا قليله طبيعي ما في وزن في البيبي تمام فحلاقي في السيمتريكال كل جسم البيبي واحد حجم صغير في الاسيمتريكال حلاقي الهيد كبيره والجسم صغير تمام طيب ايش احسن بالنسبة لي لو أنا مضطرة إنه يصير intrauterine growth retardation الأسيمتريكال هو الأحسن للبيبي لأنه ممكن يكون reversible يعني لما لو كانت مثلا المشكلة الأم ما بتاكل كويس تمام فالبيبي لما يطلع على الدنيا أعطيه تغذية كويسة حرجع أسوي catch up للgrowing حقه لكن symmetrical IUGR هو خلاص ما عنده خلايا أنا كيف أزيد عدد الخلايا ما أقدر تمام نبدأ بالكوزز اللي أساساً تجيب للإنتراوترين جروث ريترديشن نقسمها لثلاثة أسباب سواء من الفيتس نفسه فيتل من الأم ماتيرنال مشاكل في البلاسينتا واليوتراين أبنورماليتي تمام؟ طب فيتل إيش فيه؟ قلنا فيتل إمبيرت فيتل أبتيك مشكلة في نفس البيبي مو قادر ياخد تغذية عنده جي مثلاً عنده إنزيم ديفيشنسي ما هو قادر يحول الإنرجي لسيل فوليوم عنده جينيتك مثلا داون سيندروم عنده كونجينيتال انامولي زي قلنا مثلا اللي هو سينوتيك هارت ديزيز عنده انفكشن صار برينيتال انفكشن للام ونقلت الانفكشن هذا للبيبي مالتيبل جاستيشن هي الام حامل مثلا بثلاثه توينز ايش حتسوي؟ هي ما حتقدر تاكل انها تاكل الثلاثه فطبيعي يطلعوا لي الثلاثه صغار هم في واحد مكان بياخذوا وحده تغذيه تمام؟ بعد كده الماتيرنال انه الام نفسها يجيها انفكشن زي التورش انفكشن تكون عندها بري اكليمجيا وديابيتس وهايبوكسيميا اللي هو بري اكليمجيا اللي هو البريجننسي هايبرتنشن فالام اساسا عندها مشكله في الفاسكولار سيستم هي كيف هتوصل دم كويس للبيبي ما حتقدر تمام الام عندها سموكينج او دراج ابيوز نفس فكره الديابيتس والهايبرتنشن والهايبوكسيميا السموكينج بياثر على البلد فلو للبيبي الدراج ابيوز نفس الشيء فالبيبي ما بيوصل له دم كفايه فما حيقدر انه يصير له جروينج نورمالي طيب الام عندها كرونيكال ميديكال إلنس فاساسا الام اساسا ما قادره تتغذى كويس تغذيتها ما بتتحرك كويس في جسمها فكيف توصل للبيبي ما تقدر او امبيرد نيوتريشن انتيك مثلا الام عندها جلوتين انسنسيتيفيتي وجالسه تاكلها فعندها انفلاميشن في الجي اي فما بتاخذ النيوترينز من الاكل حقها فما بتروح نيوترينز للبيبي تمام اخر شيء اليوتراين والبلاسينتا هنا اليوتراين والبلاسينتا الام كويسه
البيبي كويس بس الدليفري حق النيوترين والبلد في له مشكلة. فمثلا يكون عندي short cervix or incompetent cervix. هذه المشكلة ايش؟ المشكلة حقت short cervix انه البيبي ما هو ماسك مظبوط في اليوترس, بيخرج برا, تمام؟ فلما بيخرج برا فبيصير له بريماتيور دليفري, لما يخرج قبل الوقت حق الولادة فطبيعي يخرج صغير, تمام؟ البلاسينتا بريف, يعني البلاسينتا تكون من تحت, فبيصير فيها البلاسينتا نورمالي تكون في الفندس حق اليوترس فوق, بلاسينتا بريف تجيني من تحت فبيصير بليدنج. فالبلاسينتا هي ما بتعطي البيبي البلاد, بتخرجه برا الجسم. او بلاسينتا الابربشن, انه البلاسينتا بتبعد عن جدار الرحم. احنا نعرف انه يصير ادهيجن والبلاسينتا تلصق في جدار الرحم, مزبوط, تمام؟ لما يصير تروما للام فالبلاسينتا تبعد عن الجدار حق الرحم بس ما تنقطع, لكن لما تبعد هنا فايش بيصير؟ فيصير بلاد يتجمع في ذا الفراغ وما بيروح كله للبيبي. فالبيبي الجروث الاشياء النيوترينت اللي بتوصل له والبلاد اقل. بعد كده عندي كوزز مختلفه زي كالسايكوديمورفيك هايدرومينس, انه البيبي فيه عنده مويه كتير في حوالينه, مويه كتير بتضغط عليه فمو قادر يصير له نورمال جروث. إتروجينيك, ممكن الدكتور سحب له تحليل عور ارتري في البلاسينتا فالارتري هذا ما بيوصل البلد كويس. اخر شيء تروما. طيب هنا اسباب مختلفه زي الكونجينيتال, قلت لكم الداون الترايزومي 13 18, في الماتيرنال قلنا السيجرت سموكينج الالكهول, اقراوها بس ما تجي كثير. طيب ايش اكثر سبب يجيني تسبب, ايش هي الاسباب most common causes for intrauterine growth retardation؟ اهم حاجه نحطها في بالنا الفاسكولار ديزيز, الهايبرتنشن والديابيتس. عشان كده لما تكون واحده عندها كرونيك هايبرتنشن او ديابيتس اقول لها قبل البريجننسي سوي لهم كنترول. ليش؟ عشان ما ياثروا على البريجننسي وما ياثروا على الفيتس. بعد كده اللي هي الكروموزوم الانكونجينيتال انومالي زي الداون سيندروم الترايزومي 13 18, هدول كلهم اساسا البيبي جينيتيكلي اب نورمال فكيف حيطلعوا حجمهم نورمال, تمام؟ بعد كده في نورمال فاريشن 10% زي اللي قلنا اساسا هي العيله كلها حجمها صغير. مثلا congenital infection اللي هي تورش التي فور توكسوبلازموزيس, الاو فور اذر زي الفيروسيلا, الار روبيلا تورش, السي سيتوبلازميك والتي توكسوبلازموزيس تورش, او لا الاتش قصدي هربس فايروس, تمام؟ هذه تسبب لي انترايتراين جروث ريتارديشن. كمان الدراج ابيوز, البلاسينتا والكورد ديفكت 2% بس. اخر شيء لو سيك اون كوميك ستيت. ليش؟ لانه لما ما بيكون عندي enough money, ما بكون عايشة في مكان نظيف, أنا معرضة للإنفكشن أكتر, عندي low immunity أكتر, عندي poor nutrition أكتر, فهذا كله زي ما بيأثر علي كأم يأثر على البيبي. طب بعد كده قال لي والله أنا عندي, قلت لك إنه هذا البيبي عندي intrauterine growth retardation, إيش المشكلة؟ طب إيش يعني لو عنده retardation إيش حيصير؟ ممكن يصير عندي intrauterine death, ما عندي غذاء, ما عندي إنف بلاد للبيبي إنه يعيش أساساً, ممكن يجي له أسفكسيا يتولد واللنج إمتيور ما يقدر يتنفس, ممكن بسبب اللي هو الإمتيوريشن للنيورو سيستم يجيه ميكونيوم أسبيريشن. إيش فكرة الميكونيوم أسبيريشن؟ إحنا البيبي طول ما هو في بطن الأم ما بيطلع فيسيز, تمام؟ في الليت بريتيرب بعد الأربعين وقت الولادة بيطلع الميكونيوم, طب اللي هي أول فيسز من البيبي هذا. لهذه مفروض خلاص تطلع في الماية وتخرج من جسم الأم ومن جسم البيبي, تمام؟ لكن إيش بيصير؟ بيصير إما تيوريش لما يكون في بطن الأم وفي مشكلة في النيورو سيستم بيخليه يطلع الميوكونيوم قبل وقت الولادة. فلما يطلع إحنا نعرف إن البيبي يتنفس الماية اللي حوالينه فهو حيتنفسها فيصير له ميوكونيوم أسبيريشن تأثر لي على اللنج, تمام؟ ممكن يجيني بريزيستنت بالمونري هايبرتنشن, ممكن يجيني بوليثيسيميا وهايبر فيسكوسيتي. البيبي صغير عنده بلد كتير بيطلع لي بلد كتير كديفنس ميكانيزم, هو يحسب انه مثلا المشكله انه ما جاله بلد انه هو ما بيطلع ار بي سي كفايه فيقوم يطلع ار بي سي زياده ار بي سي زياده او بلد زياده يطلعها زياده زياده زياده, بس البلد حقه اساسا زر الفيسكوسيتي حقته صارت كثير فالبلد صار ثقيل ما يقدر يتحرك, تمام؟ ممكن يجينه هيبوثيرميا لانه هو النيرف سيستم حقه اماتيور فما يقدر يسوي ريجوليشن للبادي تمبريتشر حقته. يجيني هايبر او هايبوغلايسيميا نفس الفكره, هو جسمه اماتيور
تمام سيلولر ريتارديشن، فكيف الانسولين حقه حيشتغل كويس عشان يحدد لي هايبر او هايبوغلايسيميا. وزياده لو كانت الام دايابيتك هي دمها مليان انسولين بس هي انسولين ريزيستنس، لكن البيبي ما عنده ريزيستنس، فحيدخل الانسولين ايش يسوي؟ يلاقي جلوكوز ينزله فيجي للبيبي هايبوغلايسيميا. وفوق كده لما الام اساسا دايابيتك زي ما عندها انسولين كثير عندها جلوكوز كثير، فالجلوكوز هذا حيوصل للبيبي، بنكرياس البيبي ما في له مشكله فحيطلع له انسولين زياده فحيسوي لي هايبوغلايسيميا زياده. تمام ممكن يجيني باكيوت رينال فيلير لانه هو مو قاعد ما عنده انف فلويد عشان هو اساسا يخلي الكيدني سيستم تشتغل او الرينال سيستم يشتغل. كمان جي اي بيرفريشن هو نفس الفكره انه هو ما عنده خلايا كفايه او طاقه كفايه انه يسوي ريبير ويسوي كومبليت للجي اي. احنا قلت لكم انه هو اهم ثلاثه سيستم مين؟ البرين والهارت والسوبرا رينال. فالجي اي بالنسبه له شيء مو مهم انه يحافظ عليه فيصير فيه بيرفريشن. كمان يجي له اميون ديفيشنسي نفس الفكره، هو مو قادر اساسا يسوي ريجوليشن لشيء في جسمه فكيف حيطلع لي اميون سيل؟ ما حيهتم بيها. اخر شيء اللي هي نيوناتال ديث انه هو يتولد ويموت، الانترايوتراين ديث انه قبل ما يتولد يموت في بطن الام. تمام بعد كده اعطاني امثله على السيمتريكال والاسيمتريكال اي يو جي ار اقراوها. هذه المشاكل اللي قلناها هذه اللي تصير في في اليوترس واول ما يتولد البيبي. تمام طب ايش في مشاكل تصير بعد وقت بعد ما يتولد؟ يقول لك ديبينس على التايب، هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال. قلت لكم الاسيمتريكال غالبا يصير له كاتشب، يعني المشكله تكون بسيطه، يخرج على الدنيا نعطيه تغذيه كويسه نعطيه فيتامينات كويسه نهتم به حيرجع طبيعي ان شاء الله. لكن لو عندي مشكله في النيورو ديفلوبمنتال يعني مثلا صار سيريبرال بالسي، سيريبرال بالسي ايرريفرسبل فخلاص هذه لونج تيرم لونج لايف شو اسمه هيلث بروبلم، طول العمر الاهل حيضطروا يروحوا نيورو كلينيك طول الوقت، الاهل حيهتموا بيه. والسيريبرال بلسي انواع، في انواع تكون انه بسيط شيء بسيط انه بس مثلا ما الكوادربل اللي هو امبيرد جيت انه ما يمشي يجي له التاكسيا ما يقدر يمشي كويس، وممكن سيريبرال بلسي يجيني بكوادربليجيا البيبي ما يتحرك اساسا. تمام ممكن يجي له تايب 2 دايابيتس، ليش؟ لانه من هو في بطن امه بيطلع انسولين بيطلع انسولين والام بتعطي جلوكوز بتعطي جلوكوز فيصير عنده ريزيستنس من البدايه. كمان هايبرتنشن زي ما عند الام هايبرتنشن هو يجي له هايبر عفوا ما له دخل هذا هايبرتنشن يجي له لان الفسكوسيتي حقه البلد عاليه لانه هو كان عنده او مثلا كان في مرحله انه ما عنده بلد انف فسوى فازو كونستريكشن فزادت السستبتيبيليتي انه يجي له هايبرتنشن. تمام ف السيمتريكال والاسيمتريكال قلنا السيمتريك has poor outcome compared to asymmetric لانه asymmetrical هي مشكله في الويت في الجينينج ويت فانا اعطي له اي حاجه ترجع لي الوزن حيرجع، لكن السيمتريك عندي مشكله في الديفلوبمنت حق الاورجنز نفسها وحق البدي نفسه فكيف انا اصلحها؟ خلاص ما في مجال اني ارجع. تمام لما يجيني بريترم IUGR incidence high incidence of abnormality ايش يعني؟ يعني لو بيبي جاني عمره 40 اسبوع وتولد وكان عنده intrauterine growth retardation هنا المشكله اهون من لما اساسا هو عمره 34 week وعنده intrauterine growth retardation، يعني هو بريماتيور وعنده retardation مع بعض. تمام بعد كده يقول لك انه الانترايوترين جروث ريتارديشن اللي بتصير بسبب الكروموزومال ديزيز 100% حتجلس معاه طول العمر لانه الكروموزوم ما حتتغير. تمام كمان الكونجنيتال انفكشن هاز بور اوت كم 50% يرجعوا طبيعيين اللي هي التورش انفكشن قلت لكم اذا جات للبيبي مثلا تاثر على النيورو سيستم ف 50% من اللي جاء من البيبيز اللي الامهات تجيهم انفكشن من التورش تتنقل للبيبيز، فلما البيبي يجي له انترايوتراين انفكشن 50% من هدول البيبيز تجلس معاهم المشكله مدى الحياه. تمام طيب اخر شيء بيقول انه اللي عنده انترايوتراين جروث ريتارديشن عندهم هاير ريت في الرينينج ديسابيليتي. ليه؟ مثلا عينهم تاثرت فطبيعي انهم ما يشوفوا كويس، السمع تاثر فطبيعي انه يصير عندهم ليرنينج ديسابيليتي اكثر، النيورو سيستم تاثر فال الانتليجنس حقهم يكون اقل. تمام
طيب هذا تكلمنا إذا كان small for gestational age بسبب ال intrauterine growth retardation. طب لو كان large for gestational age يعني عنده وزن زيادة أكثر من ال 90th percentile إيش المشكلة أو إيش السبب؟ نفس الشيء الأسباب نقسمها familial. هو هنا ما قسمها بس هي يقول لك familial إنه مثلا هو وراثي في العائلة ما شاء الله كلهم يتولدوا كبار. مثلا انا اقول لكم دحين احنا في السعوديه من 2.5 ل 3.5 هذا النورمال رينج للويت بيرث تمام، لكن تروحي المانيا 4 كيلو فهم فاميلي لانه يكون البيبي عندهم كبير. يعني لما تجيني المانيه تولد في السعوديه ما حنقول لها لارج فور جستيشنال ايج، طبيعي بالنسبه لهم تمام. انسولين اللي هو انسولين انديوست إيش يكون؟ لما الأم يكون عندها ديابيتس قلنا البيبي يجيله جلوكوز كثير تمام؟ فالبيبي إيش يسوي؟ يطلع من البنكرياس حقه إنسولين. الإنسولين أنابوليك هرمون، إيش يسوي؟ يحول الجلوكوز كله هذا الفات، فكل ما الأم ترسل جلوكوز البيبي يحوله فات، هي ترسل جلوكوز هو يحوله فات. إيش يصير في الأخير؟ حيطلع البيبي أوبيس، حيطلع البيبي عنده لارج ويت تمام؟ وفي أسباب تانية. طيب لو جاني بيبي كبير ايش عندي مشكلة؟ تجيني بريماتيوريتي، يعني مثلا الليبر فيه اكثر من حاجة تأثر عليه عشان يبدأ، الماتيوريتي حقة البيبي، الاسترتش حق اليوترس قد ايش وصل، في كذا حاجة. فلما انا يكون عندي بيبي كبير في الاسابيع اللي في البداية ممكن يعطيني روج سيجنالز ويطلع لي بريماتيور بيرث، لانه الرحم او اليوترس يحسب انه البيبي خلاص فولي ماتيور تمام، تصير لي بيرث انجري. بما انه حجمه كبير ممكن وقت الولادة يتعور الكلافيكل ويتكسر لانه حجمه كبير مو قادر يخرج تمام. نفس الشيء يجيني respiratory symptom حجمه كبير بالنسبة لللنك، كيف يتنفس؟ cardiovascular هو يحتاج انه الهارت عنده يسوي bumping اكتر يزيد cardiac output فهذا يتعب البيبي. metabolic الديابيتس هو عنده احتمال مرة كبير يجيله ديابيتس تمام. hematological ممكن يجيله polycythemia لانه الجسم بيطلع RBC اكتر عشان يسوي feeding لهذه الخلايا اللي في الجسم تمام. نفس الشيء الرينال والجي اي هذه كلها ممكن يصير فيها different complication عشان هو حجمه كبير وعنده فات أكتر. كمان يجيني prenatal death زي ما هو الصغير ما يقدر يعيش كمان الكبير ما يقدر يعيش. وآخر شيء يجيني congenital anomaly بسبب مثلا for some reason إنه الخلايا بدل ما تراحت سوت فات بدل ما تروح تسوي maturation لواحد من الأورغانز تمام؟ البيبي الكبير نسميه macrosomian زي هذا اللي في الصورة، هذا دحين يعتبر obese وكبير بالنسبة لهم تمام. هنا كوكسوجيل منينجيوسيل تجي مع الديابيتس. هنا شوفوا هذا اللي من السهم هنا إلين يا رب السهم يكون طالع لكم أو دقيقة أرسم عشان أكون متأكدة. شايفين من هنا لهنا هذا حجم البنكرياس عند هذا البيبي. نورمالي مفروض ما يكون قد كده، مفروض يكون دقيقة صارت لخبطة عندي في الزوم. رجعته. طيب نورمالي المفروض ما يكون كده حجم البنكرياس، هذا عندي بنكرياس هايبربليجيا. ليش حجمه كبير؟ لأنه كانت الأم ديابيتك تمام؟ طيب آخر شيء عندي البريماتيوريتي نتكلم عليها بس دقيقة أمسح هذا الشيء. البريماتيوريتي إنه هو يتولد أقل من 37 أسبوع. أقل من 37 قلنا من 37 ل 34 ليت بريتر إنه هو في آخر يعني باقي له تكة ويوصل التير، بعد كده عندي أقل من 34 هذا أبسوليوت بريتر تمام؟ طيب البريتر إيش أسبابه؟ ممكن يكون إيديوباثيك، ممكن يكون ماتيرنال، وممكن يكون فيتال. الإنسيدنس حقته من 6-8% تمام؟ الكومبليكيشن البريتير يأثر على كل سيستم في البيبي لأنه هو ما صار له ماتيوريشن في ولا واحد منهم. في عندي شورت تيرم كومبليكيشن وفي عندي لونج تيرم كومبليكيشن. نبدأ بالنيورولوجيكال والأوفثالمولوجيك كومبليكيشن. أول شيء يصير عندي immature temperature regulation، البيبي يتولد الهايبوثالامس ما شغالة كويس، ما تقدر تحافظ على البادي temperature فيصير عندي هايبوثيرميا، وخصوصاً إنه الليبر وورد أساساً بارد، فتخيلوا البيبي أساساً كان في بطن أمه في الأمنيتك فلويد بدرجة ممتازة، طلع فجأة برا في غرفة باردة والنيورو سيستم عنده immature، ايش حيصير؟ حيصير هايبوثيرميا.
عشان كده هدول البيبيهات أول ما ينولدوا يحطوهم في بلاستيك راب عشان يحافظوا على درجة حرارة الجسم. يجيهم أسفيكسيا، الجسم ما النيورو سيستم إماتيور، فكيف يدي سيجنالز يقول للنج اشتغلي وتنفسي؟ ما في سيجنالز، تمام؟ يجيهم انترافنتريكولار هيمرج، بما انهم صغار فالسكال حقتهم ما هي ماتيور، لسه العظام لينه، فوقت الولاده تنضغط هذه السكال وتسبب لي بليدنج جوه البرين، فيصير انترافنتريكولار هيم او جوه الفنتريكلز جوه البرين، فيجيني انترافنتريكولار هيمرج. كمان يجيني اللي هو البريفنتريكولار لوشيميا، انه نفس البريفنتريكل الاجزاء حقت الخلايا البيضاء تتقطع، تمام. اخر شيء يجيني سيريبرال بالسي ونيورو ديفلوبمنتال ديلي. السيريبرال بالسي هذا قلت لكم لونج لايف، خلاص ما ريفرسبل الدمج. اخر شيء ريتينوباثي اوف بريماتوريتي، هذول البيبيز بما انهم ما يقدروا يتنفسوا فاحنا بنحط لهم اكسجين في الان اي سي يو، بسبب الاكسجين اللي احنا بنديهم اياه يجيهم ريتينوباثي اوف ذا يجيهم ريتينوباثي، تمام. بعد كده نروح للريسبيراتوري والكارديو فاسكولار. اول شيء بريماتور بيبي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم رقم واحد في دماغي، حيخرج ما حيقدر يتنفس. طيب ممكن يجي له ابني في بريماتوريتي، مو انه مو قادر يتنفس مظبوط، ما يتنفس مره. طيب او يجيني اللي هو بيرزيستنت بالمونري هايبرتنشن، ممكن يجيني نيومونيا، ممكن وقت الولاده ياخذ انفكشن من الفاجينا في الام فيجيله نيومونيا، او ممكن بعد ما يخرج برا من الجو يجيله نيومونيا، يجيله هايبوتنشن، هو اساسا مو قادر يسوي ريجوليشن للتمبريتشر، حيقدر يسوي ريجوليشن للبلد بريشر. اخر شيء يكون عندي بيت اندكتس ارتيريوزا، انه هو كوميونيكيشن بين الاورتا والبلمونري ارتري، تمام. هنا هذا البيبي نورمال، بس شوف هنا في حاطين له اللي هو انتو تريكيال تيوب عشان يتنفس، اكيد يمكن جاته ابنيه. صراحه انا ما لقيت ابنورماليتي في الصوره فتوقعت انه جاته ابنيه في بريماتوريتي، فما في فايندينج. هنا عندي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، شوفوا كيف شكل اللنج، تحسوها حاجه قزاز مكسر، تمام كده، حاجة مغبشة في كل مكان، هذا respiratory distress syndrome. طيب بعد كده نتكلم على الجي اي تي والنيوتريشن، يجيني بفيدنج ديفيكولتي، ممكن يجيني عنده كليفت البلت ما يقدر يمص مظبوط، ممكن يجيني المصل فتيك، ممكن immature الجوف ما هو قادر يرضع، ممكن يجيني necrotizing ecolitis اللي هو البيبيز اللي ما في صورة، إنه البيبي اللي يتولدوا بريماتيور الكولون حقهم يصير له نكروزيس، تمام؟ إيش السبب؟ ما نعرف، هو بريماتيور. بعد كده الرينال والميتابوليك، عندي إماتيور كدني، الكدني ما سلّى ماتيوريشن، الكدني ما هي ماتيور، فكيف حسوي إلكترولايت بالانس؟ ما في، فإلكترولايت ديستربنس، كمان حيجيني أسيدوزيس، قلنا حيجيني هايبر أو هايبوغلايسيميا بيست على الكيس، يجيني هايبوكالسيميا، كل الاندوكراين سيستم حقته ما هي ماتيور، فكيف حيسوي ريجوليشن للكالسيوم اذا الباراثايرويد ما هي شغاله كويس. اخر شيء هو عنده هايبوكالسيميا، كيف حيسوي لي بون كويسه؟ ما حيسوي بون كويس، فحيجيني استوبينيا اوف بريماتوريتي. فدائما حتى قلنا احنا بسبب الاستوبينيا جاله انترافنتريكولار هيموج لانه السكال حقته ضعيفه، فدائما يتولدوا عظامهم ضعيفه. بعد كده عندي الهيماتولوجيكال والاميونولوجي، انيميا اوف بريماتوريتي، ايش يعني انيميا في بريماتوريتي؟ مثلا انا جبت البيبي وحللت له ولقيت مثلا الهيموجلوبين عنده 12، انت حتقولي لي والله هذا نورمال، اقول لك لا ما هو نورمال، هذا البيبي مفروض في ذا العمر يكون عنده 14، فهو عنده 12، هو ريدنج نورمال بس هو بالنسبه لعمره الاسبوع اللي اتولد فيه هو عنده انيميا في بريماتوريتي، تمام. يجيني جونديس، يصير له هيموليتيك انيميا، يزيد الجونديس وعندي نفس الانزيم لسه ما اشتغل كويس، فعشان كده لما يتكسر الـ RPC ما بيعرف فين يودي البيليروبين، تمام؟ وقلت لكم أول يكون عنده immune deficiency، فبما أنه عنده immune deficiency إيش حيصير؟ حيجيله infection. طيب بعد خلصنا كده الـ preterm واللي هو small for gestational age وال large for gestational age. آخر شيء عندنا الـ post maturity، عدى 42 أسبوع، يعني كده بالمنطق عدى 42 أسبوع وما عنده growth retardation إيش حيصير؟ حيطلع large. فايش حتجيني كومبليكيشن، ماكروسوميا كومبليكيشن. ايش هي الماكروسوميا كومبليكيشن؟ بما انه حجمه كبير، تخيلوا معايا وقت الولاده كيف حتكون الولاده صعبه، بسبب انه الولاده صعبه ممكن يتكسر عند الكلافيكل، تمام، بسبب انه الولاده صعبه ممكن يحاولوا يسحبوا راسه فيصير عندي الديفورميتي في السكل، تمام،
بعد كده يجيني هايبوكسيك اسكيميك انسيفالوباثي بسبب انه هو ما عنده خلايا كفايه انها توصل الاكسجين لكل مكان فيجي له اسكيميك انسيفالوباثي. تمام. ممكن يجيني ميتابوليك كومبليكيشن زي الديابيتس. اخر شيء البوليثيسيميا، قلنا بما انه الجسم كبير هيحتاج ار بي سي زياده، لما يزيد الار بي سي ايش يصير؟ يجيني بوليثيسيميا. شوفوا اربطوا البوست ماتيوريتي يجيني بهايبوكسيك اسكيميك انسيفالوباثي، البريماتيور يجيني بانترا فنتريكولار هيموريج وبيري فنتريكولار ليكوشيميا، يعني البريماتيور يدور في الفنتريكل البوست ماتيور يروح للاسكيميا. تمام. هنا ايش؟ هنا عندي افتكر حليناه مع الدكتور انه هذه كيس نيومونيا، الصراحة أنا كمان شايفتها respiratory distress syndrome، ما أعرف كيف هو فرق بينها من الدكتور. بعد جاتني هذه آخر كيس إن شاء الله. You are called to attend the delivery of a baby who is not born yet. إيش حتسوي؟ أنا بديتريشن رحت للليبر روم، إيش حسوي؟ حسأل الأم عشان أعرف أخذ منها history، أعرف gestational age، أعرف إذا وقت الفولو أب قالوا لها مثلا عنده genetic issue، عنده congenital anomaly، أعرف مثلاً الفاميلي هيستوري كيف حجم البيبي مفروض يجي في عائلتهم. تمام. وأعرف هي حتولد سيزيريون ولا طبيعي عشان أعرف الكومبليكيشن حق دي والكومبليكيشن حق دي. تمام. وهنا شفتي ديتيلد ماتيرنال هيستوري وجستيشنال ايج، وأبدأ أجهز حقة الإكوبمنت اللي أحتاجها للديليفري. تمام. قال لي عندي البيبي دحين، هذه الأم قالت لي عمر البيبي 34 أسبوع حيتولد دحين. لما نتولد ايش صار؟ ايش شفت فيه؟ البريذنج فاست، عنده تاكيبنيا وإرريجولر، وعندي نيزل فليرينج وبلو كولر ان انتراكوستال ريتراكشن. ايش صاير؟ البيبي عندي ريسبيراتوري ديستريس. ايش احط ديفرنشال دياجنوزيس في راسي؟ احط ريسبيراتوري ديستريس سندروم، احط نيومونيا، احط ابنيا اوف بريماتيوريتي، اي حاجه حتاثر لي على النفس. طب ايش حسوي عشان اسوي كنترول للبيبي هذا؟ أبدأ بالأبغار سكور، أعرف الماتيوريتي حق البيبي والجستيشنال إيج بالإكزامينيشن حقي، أبدأ ريسيستيشن، أسوي كنترول للبيشنت، بعد كده أبدأ A, B, C, D و بوست نيتال ريسيستيشن. طب نبدأ بالريسيستيشن. أول منت أتولد البيبي هو تيرم جستيشن والتون حقته كويسة، البيبي بريذنج وما عنده وجالس يبكي، ايش اسوي؟ خلاص والله هذا الولد اخليه مع الام شويه تحضنه يصير الباوندينج، بعد كده اخده اسوي له اقيس التمبريتشر حقته، اعطي له فيتامين كي، اسوي اسحب الانفستيجيشن اللي انا احتاجها الطبيعيه اللي مع اي بيبي نورمال. والله البيبي اتولد مثلا بريتر ولا التون حقته فلاسيد ولا عنده بريثنج ايشو ولا ما هو جالس يبكي، اول طول احطه في وورم في warm area. لما تروح الليبر روم حتلاقوا زي كده في سرير، انه السرير لما تحطوا يدكم وسط السرير حتلاقوه دافي، هذا السرير يحطوا فيه البيبي على طول عشان يدفوا البيبي. تمام. اول خطوه اسويها منتين النورمال تمبريتشر، بعد كده اسوي بوزيشن للايرواي، ارفع راس البيبي لفوق وانزل فمه زي في السي بي ار عشان يتنفس البيبي. تمام. اسوي كليرنج بالسكشن، في اله في نفس السرير حق البيبي تسحب كل السلايفا والفلويد اللي في الانف والفم. تمام. بعد كده اسوي دراينس، ادفي البيبي واسوي له ستيميوليشن. كيف اسوي له ستيميوليشن؟ تمسدوا يدكم على ظهر البيبي طلوع ونزول، بعد كده ممكن البيبي على طول يتنفس ويبكي معاكم. والله سويت هذا كله ولسه البيبي عنده ابنيه ولسه الهارت ريت بلو ال 100 بالمينت، ابدا هنا انا ادخل له سبلمنت، احط له اي سي جي على صدره، اعطي له بوزيتيف اير بريشر، اشوف الاكسجين بيرتفع ولا ما بيرتفع. لسه طيب والله انا سويت هذا كله ولسه الهارت ريت اقل من 100، اشوف هنا الشست موفمنت، هل البيبي اساسا بيحاول يتنفس وانا بعطي له اكسجين ولا اساسا مو قادر يتنفس؟ هل البيبي شو اسمه، اراجع الخطوات اللي سويتها ورا، مشيت فيها تمام، حطيته في وارمر، سويت سكشن، سويت بوزيشن للايرواي ولا ما سويت؟ اخر شيء والله سويتها كلها تمام، خلاص احط له اندوتريكل تيوب عشان ادخل له الهواء. طب حط اديته الاندوتريكل تيوب، الاكسجينيشن ارتفع بس لسه الهارت بيت اقل من 60. الهارت بيت كم؟ اقل من 60 هنا، وخلاص سويت له انتيوبيشن، خلاص هنا ابدا اسوي له سي بي ار. في الادلت احنا نسوي سي بي ار لما يكون ما عندي هارت ريت،
تمام. لكن في الانفنت اقل من 60 ابدا اسوي سي بي ار، اسوي شست كومبريشن مع استمرار ان انا بعطي له الاكسجين بالاندوتراكيال تيوب مع اني مركبه اي سي جي مونيتور. طيب والله اقل من 60 اعطي له اي في ايبوبروفين، وطبعا انادي البيدياتريك اي سي يو يجي يشوفوه معايا، افكر في راسه انه هو ممكن عنده هايبوفوليميك شوك او عنده نيموثوركس، عشان كده الهارت ريت ما بيرتفع. تمام، هذا السلسله لو كان اب نورمال، اتولد بريتيرم ولا فلاسيد تون ولا ما هو قادر يبكي ولا قادر يتنفس، ايش اسوي؟ احطه في وارم انفايرمنت، اسوي بوزيشننج للاير واي، اسوي سكشن عشان انظف الاير واي. طيب البيبي لسه ابنيا ولسه جاسبينج والهارت ريت حقه اقل من 100، احط له بوزيتيف اير بريشر، احط له زي الاكسجين ماسك انه يتنفس واجلس اراقب الاكسجين حقه، ممكن وممكن احط له اي سي جي، لسه مو مهم في دي الخطوه. طيب اعطيته اكسجين وسويت له ستيميوليشن ولسه البيبي الهارت ريت حقه اقل من 100، طب هنا اشوف هل هو البيبي اساسا بيتنفس وانا حطيت له الاكسجين ماسك ولا ما بيتنفس، هل في شست موفمنت ولا لا؟ في شست موفمنت، بس مع شست موفمنت هذه ما هي كفايه انه يصير له اكسجينيشن كويس وانه يرتفع الهارت ريت، فحط له اندوتراكيال تيوب، حطيت له اندوتراكيال تيوب وبرضه البيبي الهارت ريت حقه اقل من 60، ابدا السي بي ار، اسوي له شست كومبريشن مع استمرار اني انا حطيته في وارم اريا، حطيت له اي سي جي مونيتورنج واعطيته بوزيتيف اير بريشر 100% اكسجين. وممكن افكر اني اكلم اللي هم مو افكر اكلم الان اي سي يو البيدياتريك اي سي يو يجيني. طب والله سويت له شست كومبريشن ولسه الهارت اقل من 60 في الدقيقه، اعطي له اي في ايبوبروفين. تمام، وهنا افكر هو ليه ما بيرتفع، هل عنده هايبوفوليميك شوك، هل عنده نيموثوركس. والله طيب هذه حاله كان اب نورمال، كان البيبي نورمال اعطيه الام اخليها تسوي باوندينج، بعد كده اخذ البيبي اخذ منه الانفستيجيشن الاساسيه وخلاص، يعني ما في شيء مهم اسويه، اهم شيء اني انظفه واغسله وارجع للام. طيب كان في حالة روان هو أول ما خرج ما كان طبيعي، لكن لما حطيناه في الورم أريا وسوينا بوزيشنينج للإير واي أتنفس، إيش أسوي؟ خلاص أسوي كليرينج للإير واي، أعطيه أكسجين سبليمنت إلين يتحسن البيبي، بعد كده أشوف هل عنده كونجينيتال أناملي، هل عنده مشكلة إنه هو مو كان قادر يتنفس ولا بس كده اللي هي أبني أوف بريماتيوريتي أول ما تولد، أو مثلاً في بيبيز كده أول ما يتولدوا ما يتنفسوا بسرعة، بعد كده بعد دقيقتين ثلاثة يتنفسوا، ما في له شيء أرجع لأمه، في له شيء هعالج المشكلة هذه. تمام، طيب فقلنا إيش أول خطوة لما يتولد البيبي؟ أحطه في warm area، بعد كده أسوي positioning للهيد اللي هي sniffing position، أرفع الراس وأفتح الفم، أسوي clear airway بالsuction، أسوي drawing للبيبي أمسحه، آخر شيء stimulation للبيبي أحرك يدي على ظهره. ليه احنا حطيناه في الوارمين؟ احنا نبي نشوف هو اساسا ليه مو قادر يحافظ على درجة حرارته او درجة حرارته عفوا، ممكن هو كان حجمه مرة صغير very low birth weight اقل من كيلو ونص، طيب هذا عنده هايبوثيرميا طبيعي لانه حجمه صغير ما هو قادر يحافظ على درجة حرارته. فانا اساسا لو عارفة من قبل ما تولد الأم إنه البيبي حقها وزنه أقل من كيلو ونص، قلت لكم أجيب البلاستيك رابينج أجهزه مع الإكوبمنت حقي وأخلي غرفة الولادة دافية عشان لما يطلع البيبي ما يكون الجو بارد عليه. تمام، وأول ما يطلع أحطه في هيتر بالبلاستيك راب. طيب في شيء اسمه induced therapeutic hypothermia، إيش يعني؟ يعني مثلا جاني بيبي عمره أكثر من 36 أسبوع وهو إذا يتولد صار له أسفكسيا ولا جاله هايبوكسيك اسكيميك انسيفالوباثي، ايش اسوي؟ انا احط البيبي في كولد انفايرمنت بالعنية، اخلي حرارته تنزل لين 33.5 او 34.5، ليه؟ عشان اقلل النيورو ديفلوبمنتال ديسابيليتي والمورتاليتي، يعني انا لما ابرد جسم البيبي هذه الكومبليكيشن حقتي تقل، لكن شرط انه البيبي يكون اكثر من 36 اسبوع. تمام، هذه نفسها الريسيتيشن، هذه الادويه والدوزز حقتها. طب ديفرنشال دايجنوزز للكيس اللي قلناها كانت 34 اسبوع، ريسبيرتوري ديستريس سيندروم، ترانزيت تكبنيا اوف نيو بورن، انه هو البيبي فجاه يتولد يجي له تكبنيا بعدين يرجع نورمال، او ممكن انفكشن. طيب ريسبيرتوري ديستريس سيندروم ايش نعالجها؟ هم المشكله عند هدول البيبيز ايش؟ انهم ما طلعوا سيرفاكتنت،
فالالفولاي حق السيرفاكتنت ايش فائدتها؟ تخلي الالفولاي مفتوحه. هدول البيبيز الالفولاي تقفل على نفسها ما عاد تفتح تاني لما ياخذوا نفس ويخرجوه، تقفل ما تفتح. فانا ايش اعالجهم؟ اذا انا كنت عارفه ان الام حتولد بدري، من قبل ما تولد اعطيها كورتيزون. الكورتيزون يخلي السيرفاكتنت برودكشن يزيد. طب والله ما اعرف، حبدا اعالج المشكله اللي عندي وعالج الكومبليكيشن اللي تيجي. طيب ايش هي الريسك فاكتور اللي تجيب لي الريسبيراتوري ديستريس سيندروم؟ قلنا البريماتيور سيزيريان سكشن او without labor، ان هم الام احنا نضطر نولدها بالسيزيريان عشان مشكله عند الام، او مشكله مثلا عند البيبي لو ما ولدناه حيموت. تمام، لو اساسا في فاميلي هيستوري او الام عندها هيستوري ببيبي ثاني عنده ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. اذا الام دايابيتيك ليه؟ لانه الديابيتيك ام دحين السيرفاكتنت يطلع لي من النيوموسايت واحد او اثنين، واحده من الخليتين هذه ماني فاكره الصراحه ايت، واحد هذه الخليه اللي تطلع السيرفاكتنت الديابيتس ياثر عليها، فالبيبي ما يقدر يطلع السيرفاكتنت حقه. طيب لو عندي هايبوثيرميا، لو صار لي الفيتال ديستريس اسفيكسيا انه هو بتولد صار مشكله ما قدر يتنفس فتجيني ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. الميل سكس مور كومون، السيزيشن ريس مور كومون، ولما يكونوا سكند توين يعني يكونوا توأم ممكن واحد فيهم يجي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. تمام، ايش الساين حقتها؟ الجاردنينج. ايش الجاردنينج؟ لما افتحه في اليوتيوب صوت الجاردنينج هتشوف انه البيبي عنده ريسبيراتوري ديستريس، تشوف الساين عليه النيزل فليرنج الشست ريتراكشن، وفي صوت زي كده انه هو مو قادر ياخذ الهواء، هو بيحاول بس ما هو قادر. كمان يجيني التكبني، يجيني بنيزل فريرنج وشست انوارد، انه يجيني شست ريتراكشن، نلاقي المصل داخل على جوا. طيب هذه بالنسبه للريسبيراتوري ديستريس سيندروم. بعد كده عندي الابنيه. الابنيه نوعين، في منها سنترال ابنيه وابستركتيف ابنيه. الابستركتيف ابنيه no air flow بس في chest movement، يعني في حاجة واقفة في طريق الاير، فالبيبي بيحاول يحرك الشيست، بيحاول بكل طاقته انه يتنفس بس في حاجة قافلة طريق النفس عنده، فعشان كده يجيله أبنية. لكن السنترال أبنية complete cessation، يعني أساسا ما في signals تقول للrespiratory system أشتغل لو سمحت دخل لنا هواء، هو كده البيبي أبنك أشوفه أزرق وما في chest movement، ما في effort انه يتنفس. تمام، اخر شيء عندي ميكست ابنيه، انه يكون في اوبستراكتيف وسنترال مع بعض. طب بعد كده نتكلم على الساينوزيس. ايش يعني ساينوزيس؟ يعني دي اكسجينيتد بلاد اكثر من 5 جرام. ايش يعني ده الكلام؟ يعني انا لو عندي 15 الهيموجلوبين حق البيبي هذا، لو كان 3 جرام من الهيموجلوبين ما في له اكسجين ما حشوف اي ساين، لو وصلنا 5 جرام هذا حشوف فيه له ساينوزيس. تمام، ايش يعني ساينوزز؟ يعني البلد ما في الاكسجين، فلما يمشي في الجسم ما بيوزع اكسجين، فالجسم بيصير لونه ازرق. تمام، بعد كده بيقول لك اكريوسينوزز، اني الاقي الهاند والفيت وهم اللي زرق وباقي الجسم بينك. ايش يعني ده الكلام؟ يعني اطراف البيبي اللي احنا نسميه بريفرال ساينوزز زرقاء وباقي الجسم احمر، هذا يقول لك نورمال عادي اول ما يتولد الطبيعي، ممكن بسبب الكولد، ممكن بسبب الولاده، ممكن باي سبب انه يجينه بريفرال سينوزس في اليد والرجول، بعد كده يرجع طبيعي. اخر شيء الروتين ديليفري في الروم كير، اعطي اريثرومايسين اي دروب. ليش بعطي انتيبيوتيك في الاي؟ عشان الانفكشن، انه بيبي تولد نورمال ديليفري ما نعرف ايش اخذ معاه بكتيريا، واعطي فيتامين كي انتراماسكولر عشان ما يجي له بليدنج. الكيس الثاني بيقول لي عندي 40 weeks gestational age baby، اتولد قبل 4 ساعات بسيزيريان سكشن، الريسبيراتوري حقته اكثر من 100، هذه الفيرست ساين تكبنيا، انتراكوستال اندروينج، عندي انتركوستال ريتراكشن، سكند ساين الاكسجين ساتوريشن 82 ان روم اير، عنده هايبوكسيا. تمام، ايش حسوي له؟ سويت له اكس راي وطلعت معايا هذه الصوره، ايش المشكله؟ هو قال لي اتولد بعد قبل 4 ساعات، فممكن تكون ترانزيت تكبني او في نيو بور. تبكلي ايش يجيني؟ يجيني البيبي في خلال ال 24 ساعه الاولى من حياته، يعني شوف هنا الاكس راي ما قدرنا نلاقي فايندينجز فيها مره مميزه، صح في شويه هنا كرمشه بس الصراحه هو الدكتور كان كاتب انها نورمال. طب في اول 24 ساعه يجيني فجاه كده البيبي تكبني مو قادر يتنفس، عنده هايبوكسيا، عنده قلنا تكبني وهايبوكسيا ويا ربي respiratory distress. بعد كده تروح فجأة من نفسها تروح، يعني ممكن أنا بس أعطيه له أكسجين
وشويتين وألاقي هذا التكبني تروح. ممكن والله ترانزي التكبني في نيوبارن البيبي يجلس عنده تكبني أنا شفتها لين عمر سنة ونص يجلس طول كده يعني كل شوية تجيله تكبني وتروح تجيله تكبني وتروح تمام. فأنا إيش حلاقي في الراديولوجي؟ حلاقي increase the central vascular marking و hibernation evidence of interstitial pleural fluid prominent intralabor flesher. فهنا عندي هذه العلامات اللي قلت لكم شوية كرمشة هذه نورمال في ترانزيت تكبنيا. ليه؟ لأنه هذه عبارة عن انكليز الفيسكولاتشر. بعد كده قال لي عندي اللي هو برومينانت انترا لوبولار فيشر وانترستيشير بلويد فلويد. شوفوهم هذه الخطوط مفروض تكون بين اللوبس حقة اللنج تمام. حلاقيها بارزة عشان فيها فلويد. Case 3 عندي 12-hour-old term baby. The respiratory rate 80. The oxygen saturation, oxygen saturation 88 in air room. And temperature 35. إيش باخذ history وإيش بعرف؟ عمره 12 ساعة. أبعرف الدليفري حقته كانت نورمال ولا لا؟ لما نتولد كم كان نفسه؟ كم كانت الريسبيراتوري ريت؟ كم كانت التمبريتشر حقته؟ بعد كده إيش أسوي له assessment؟ عنده هايبوثيرميا حطه على وارمر، عنده هايبوكسيا اعطي له اكسجين، عنده ريسبيراتوري ريت اشوف السبب. فهنا قال لي بعد 12 ساعه. فايش الاشياء اللي ممكن تجيني بعد 12 ساعه؟ ممكن قلنا ترانزيت تكبني في نيو بار، بس لحد يقول لي ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ليه؟ لانه دوب لانه تولد من 12 ساعه ما طلعت، لو ما عنده سيرفاكتنت اول ما يتولد تطلع. فهنا عندي الموست كومن كوز يكون نيومونيا اذا كان كل شيء ثاني في الهيستوري نورمال. تمام. طب النيمونيا من فين تجيني؟ تجيني من الجرام بوزيتيف جرام بوزيتيف ستريبت. ليه؟ لانها تجي تكون في الفجانة حق الام غالبا. فانا ممكن في الهيستوري اسالها هي سوت كلتشر وعرفت عندها ولا لا. يوجوالي تبدا النيمونيا بسبب هذه البكتيريا قبل يومين، بعد يومين ممكن افكر في اورجانيزم ثاني، بس هي برضه ستيل الموست كومن وازيد عليها ثانيين. فول سيبتيك ورك اب وان اي سي يو ادمشن. بما انه عنده نيمونيا ممكن الانفكشن هذا جاله في اي مكان تاني. اي بيبي عمره 30 يوم فاقل جانب اي بكتيريا الانفكشن حسوي فول سيبتيك ورك اب. ايش يعني؟ يعني اشوف عنده اسوي له يورين كلتشر، اسوي له لمبر بانكتشر، واسوي له بلد كلتشر اعرف ايش عنده انفكشن في مكان تاني تمام. وادخله ان اي سي يو، اسوي له ريسبيراتوري سبورت. هو عنده هايبوكسيا وريسبيراتوري ديستريس، حاطي له اكسجين. طيب لازم اسوي قلنا اكسكلود السبسس والمننجاتس في الفول سيبتيك ورك اب، وابدا له على طول على انتي بايوتيك قبل ما تطلع النتيجه. حتى ايش هي الانتي بايوتيك؟ دائما اقل بيبي كل بيبي يجيني معليش ببكتيريا الانفكشن على طول ابداه على امبسيلين وجنتامايسين اي في اقل حاجه 7 ايام. وصلى الله بارك. ان شاء الله اكون فهمتكم ومعليش لو غلط في شيء ولا لخبطتكم في شيء. واذا عندكم اي سؤال انا مستعده ارسلوا لي نوت ترسل